تصفح بتقنية 5G، صور بدقة 8K وأكثر. كيف؟ تابعنا. السلام عليكم، في هذا الفيديو راح نعطيكم نصائح مهمة لأفضل استغلال لقدرات هاتف جالكسي S20 ألترا. بداية مع ميزة 120 هرتز للشاشة، وفرت سامسونج أكثر من نمط لمعدل تحديث الشاشة، وعشان نغير المعدل بنروح إلى الإعدادات ونختار الشاشة وننتقل إلى سلاسة الحركة. من هذه الصفحة نختار معدل التحديث اللي نبيه، معدل 60 هرتز هو العادي وتعمل عليه أي دقة للشاشة، سواء الدقة فائقة الوضوح أو Full HD Plus، وبيزيد من عمر البطارية. أما معدل تحديث 120 هرتز راح يكون أكثر سلاسة وواقعية في الحركة والتنقل، لكنه يزيد من صرف البطارية ويعمل فقط على Full HD Plus. بعد ما نختار المعدل نضغط على تطبيق الكاميرا. ميزة اللقطة الواحدة بحيث تلتقط مجموعة متنوعة من الصور والمقاطع باستخدام الكاميرا بشكل تلقائي، وتسمح لك باختيار اللقطات المناسبة لك. يملك S20 Ultra عدسة بدقة 108 ميجا بكسل، واللي بتعطي الصور عالية الدقة حتى مع التقريب. عشان نستفيد من هذه الدقة في التصوير نختار وضع صورة، ومن الأعلى نختار نسبة العرض، وبعدها نختار دقة 108 ميجا بكسل لأبعاد 3:4، وتتوفر إمكانية تصوير فيديو بدقة 8K من خلال إعدادات الكاميرا. نختار حجم الفيديو الخلفي ونحدد دقة 8K للتصوير، مع التنويه أنها تستهلك مساحة كبيرة للتخزين ولا تدعم التركيز التلقائي ولا الفلاتر. أخيرا ميزة سبيس زوم للتقريب، واللي تسمح بالتقريب لدرجة زوم تصل إلى 100 مرة. من خلال وضع الصورة نضغط على علامة التقريب في الأسفل ونختار بعدها التقريب المناسب لالتقاط الصورة. تقنية 5G من التقنيات الجديدة اللي موجودة في الألترا هو الاتصال بشبكة 5G، ولتشغيلها من الإعدادات ننتقل إلى الاتصالات ونروح لشبكات الهواتف المحمولة ونختار نمط الشبكة ونتأكد من اختيار الاتصال التلقائي لتغيير الشبكة، وبكذا لو كانت المنطقة اللي انت فيها تتوفر فيها تغطية 5G راح يشبك عليها بشكل تلقائي، مع العلم أنه يتطلب شريحة تدعم هذه التقنية. ميزة المشاركة المباشرة تسمح لكم مشاركة الملفات بسرعة كبيرة بين هواتف سامسونج الداعمة لهذه الميزة وتفعيلها من خلال الإعدادات. ننتقل إلى الميزات المتقدمة ونفعل خيار مشاركة مباشرة. الآن إذا احتجنا نرسل أي ملف من الاستوديو نضغط على مشاركة ونختار كويك شير، وبعدها راح تظهر الأجهزة اللي ممكن نرسل لها. وضع الأداء العالي، الجالكسي S20 ألترا يمتلك أحد أقوى المعالجات، وسامسونج وضعت الهاتف على الإعدادات الافتراضية للمعالج حتى توفر توازن بين قوة الأداء وعمر البطارية. وعشان يعمل الهاتف على أفضل أداء في كل وقت ننتقل للإعدادات ونختار العناية بالجهاز ونتجه إلى البطارية. من هذه الصفحة نروح إلى وضع الطاقة ونختار الأداء العالي، وقبل ما نفعل هذا الوضع نقدر نختار نسبة السطوع أو دقة الشاشة ونضغط على تطبيق. وجب التنويه أن هذا الوضع راح يصرف أكثر من البطارية بمقابل الاستفادة الكاملة من المعالج، وإذا حبينا نرجع للوضع السابق نختار الوضع المحسن. شاركونا بالتعليقات برأيكم بأفضل ميزة في S20 ألترا. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.